مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أبنائي طلاب الصف الثاني عشر تأسيسي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في مادة الرياضيات. ودرس اليوم بإذن الله تعالى عنوانه مقارنة دالتين لوغاريتميتين وحل تمارين. تعالوا مع بعض نشوف في نهاية الدرس تستطيع مقارنة دالتين لوغاريتميتين وحل تمارين على الدوال اللوغاريتمية. تعالوا مع بعض نشوف المثال رقم 5 صفحة 31. يمكن استعمال الدوال اللوغاريتمية لإيجاد الارتفاع التقريبي لطائرة بمرور الزمن، أي من الطائرتين، أي من الطائرتين يظهر ارتفاعا معدل التغير الأكبر في الفترة من 10 إلى 15. مدين يا شباب طائرتين، هذه طائرة إيه؟ ويمكن إيجاد الارتفاع التقريبي لهذه الطائرة باستعمال هذه الدالة، يساوي 9200 لن تي زائد 10000، حيث A تمثل الارتفاع و T تمثل الزمن. أما الطائرة B فمديني طبعا رسم بياني لهذه المنحنى ومديني نقاط على هذا المنحنى. لو أنت قرأت مسألتك كويس ورجعت حقيقة عند النقطة دي، معدل تغير، احنا اتفقنا قبل كده في أمثلة سابقة لما يقول لك معدل تغير معناه مباشرة عايز الميل يا شباب، معناه ايه؟ ان انا هجيب الميل للطائرة A واجيب الميل حق الطائرة B ونقارب بين الميلين، صح ولا لا؟ طب يا أستاذ انا عندي الطائرة A لما اجيب الميل لازم يكون عنده نقطتين، خلاص ايه المشكله؟ ما انت عندك الفتره من 10 ل 15، يبقى هتعوض عن التي مره ب 10 وتطلع النقطه الاولى، وعوض بالتي مره ب 15 وتطلع النقطه الثانيه. تعال نشوف كده، يبقى الخطوه الاولى هنوجد متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائره ايه، يبقى هجيب ايه عند ال 10 اللي هي النقطه الاولى، عوضت عن التي ب 10 طلعت كام؟ 31184. يبقى النقطه الاولى لما عوضت ب 10 طلعت بالرقم ده، يبقى دي اكس 1 واي 1. نفس الشيء هعوض ب 15، او عوضت ب 15 هنشيل التي واحط 15 وعوضت طلع الناتج، معناه ان النقطه الثانيه كام؟ 15، ومعانا الرقم ده يا شباب، صح ولا لا؟ اصبح عندي الحين ايه؟ نقطتين. اقدر اجيب بقى متوسط معدل التغير ولا لا؟ اقدر اجيب الميل ولا لا؟ فعلا من القانون اللي هو خلاص حفظناه، مش شرط التو بقى، اللي هو واي 2 ناقص واي 1، يعني العدد ده ناقص العدد ده على ها اكس 2 ناقص اكس 1 واي 2، يبقى انا هعتبر دي اكس 1 واي 1 ودي اكس 2 واي 2، يبقى واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، وعوض هيطلع معانا متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائرة ايه؟ 746 قدم في الدقيقة. تمام، نفس ما عملنا متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائرة ايه؟ خلاص هجيب متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائرة بي، ومديني فعلا نقطتين جاهزين اهم، اعوض مباشرة اهو، هعتبر دي مثلا اكس 1 واي 1، اكس 2 واي 2، يبقى القانون واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، خلاص عوضنا طلع ب 390. ايه رأيك؟ واضح ان متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائره ايه؟ ها اقل ولا اعلى؟ فعلا يا استاذ فعلا، اذا في الفتره الواقعه من 10 ل 15 دقيقه بعد الاقلاع يكون متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائره ايه؟ اكبر من متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائره بي. ركز في الجزئيه ديت لان السؤال اللي جاي او التمرين اللي جاي مرتبط بها، يبقى احنا اتفقنا الحين ان متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائره ايه؟ اكبر من متوسط معدل التغير في ارتفاع الطائرة B. طب تعالوا مع بعض نشوف، حاول أن تحل صفحة 31. في رأيك ارتفاع أي من الطائرتين يتغير بوتيرة أسرع لو غيرنا الفترة بقى من 15 ل 20؟ أنت بقى ممكن تعمل إيه؟ هتمشي نفس الكلام اللي فات تماما، لو انت مش عايز بقى، لو انت عايز تحلها كمساله هتعوض، هتجيب برضو ايه متوسط معدل التغير الطائره ايه، هشيل التي وتحط 15 واجيب النقطه الاولى، واشيل التي واحط 20 واجيب النقطه الثانيه، وادرس النقطه الاولى اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 واطلع متوسط معدل التغير. طب المعادله الثانيه بقى، الفتره الثانيه بالنسبه للايه؟ للطائره بي، بيقول لك في الفتره من 15 ل 20، من 15
اطلع عند ال 15 تلاقي النقطه دي، يبقى دي النقطه الاولى. بس خلي بالك الفتره الثانيه ال 20، اطلع عند ال 20 امشي، هتلاقي فين 20 ايش تقابل 40000. يبقى لما ناخد النقطه الثانيه يا شباب هاخدها 20 و 40000، يبقى هتبقى دي اكس 1 واي 1 والنقطه الثانيه 20 و 40000 اكس 2 واي 2، وابدا اشتغل بالنقطتين واطلع متوسط معدل التغير واطلع برضو نفس الايه نفس الشيء. بس لا طبعا احنا عندنا حل اسهل من كده بكتير. ايه هو بقى؟ واضح طبعا ان الطائره ايه ستتغير بوتيره اسرع. ليه؟ من غير انا ما احل المساله. ليه؟ التبرير المنطقي، لان يزداد ارتفاع الطائره ايه بمتوسط معدل تغير اكبر بمتوسط معدل التغير في ارتفاع الطائره ب، صح كده؟ وده اللي احنا خدناه فين؟ في المسألة الأولى، في الفترة الواقعة بين 10 وكام؟ و15، ده اللي احنا أثبتناه. وبما أن كلتا الطائرتين تتبعان نموذجا لوغاريتميا، فإن الطائرة ستستمر في الارتفاع بمتوسط معدل تغير أكبر. يبقى ده التبرير بدون أنا محل الإيه؟ بدون محل المسألة. ممكن أحلها بالطريقة اللي قلت لك عليها ديت، وشوف أنت فعلا أي الطائرتين هتتغير بوتيرة أسرع في الفترة من 15 ل 20. أما إذا كنت فاهم المثال اللي فات فخلاص أنت عندك الطائرة ايه في كلا الاحوال معدل تغيرها او معدل تغيرها اكبر طبعا من الطائرة ايه الطائرة بي. طب تعالوا مع بعض نشوف ملخص او مفهوم الملخص بقى اللي احنا اخذناه بالنسبة للدرس كليات يا شباب في الدوال اللوغاريتمية. لو اخذناها بياني عرفت ان دي تمثيل الدالة اللوغاريتمية للاساس 10، وعرفت يا استاذ ان معكوس عبارة عن 10 اس، وعرفت ان الدالة كل من الدالتين معكوس للدالة الاخرى، لذا فان التمثيل البياني لكل منهما هو انعكاس للتمثيل للدالة الاخرى في المستقيم y equal x. يبقى انا عرفت ان الدالتين كل منهما معكوس للاخر في اي مستقيم في المستقيم y equal x. لو حبيت اكتب على شكل معادلات يبقى y يساوي log x. وطبعا اتفقنا ان الاساس بتاع ده كام يا شباب؟ اذ لم يذكر يعتبر الاساس كام؟ الاساس 10. لما طلع المعكوس بتاعها قلت لك باخد ال10 اعملها كاساس واحط عليها الاكس كباور، يبقى y بيساوي 10 باور x. طب تعال نكمل مفهوم الملخص. واي يساوي لوج اكس، ودي الداله المعكوس بتاعها واي يساوي 10 اس اكس. لما درسنا الخصائص الاساسيه عرفنا ايه؟ عرفنا ان المجال عباره في الداله اللوغاريتميه عباره عن اكس بحيث اكس اكبر من الصفر واكس ينتمي لار. المدى كل الاعداد الحقيقيه. هذه الداله كانت تقطع محور اكس في العدد واحد، كان خط التقارب بتاعها هو عباره عن محور واي. طب لو جينا للداله بقى الاسيه، المجال بتاعها كان كل الاعداد الحقيقيه، المدى واي بحيث ان واي اكبر من الصفر واي ينتمي لار. مقطع واي هذه الداله لما مثلت بيانا شباب كانت عبارة عن دالة بتقطع محور واي في العدد واحد، وخط التقارب بتاعها كان عبارة عن محور اكس. يعني لاحظ ان الخصائص الاساسية عكس بعض يا شباب. لو انت قارنت ما بين المستطيلين دول هتلاقوهم عكس بعض تماما. تمام. السلوك الطرفي، هذه الدالة اللوغاريتمية عندما اكس كانت تؤول للصفر فان واي تؤول الى سالب ما لا نهاية، وعندما اكس كانت تؤول الى ما لا نهاية فان واي ايضا تؤول الى ما لا نهاية. طب الدالة بقى الايه الاسية، عندما اكس كانت تقول لسالب ما لا نهايه فان الواي كانت تقول للصفر، وعندما اكس كانت تقول الى ما لا نهايه فان واي تقول الى ما لا نهايه. طبعا كل الكلام ده هو عباره عن ملخص للي احنا اخذناه طبعا بالنسبه للداله اللوغاريتميه والداله الايه الاسيه. طيب تعالوا مع بعض نشوف تمرين اخر بيقول حل الخطا، وده موجود عندك صفحه 33 رقم 9. صف وصحح خطا خالد عند كتابته لمعادله معكوس الداله. طبعا احنا اخذنا خطوات لايجاد معكوس الداله، قلنا بنعمل ايه؟ بستبدل الاف اكس اسمها واي. تعال نشوف خالد كده عمل ايه ونشوف الخطا اللي هو واقع فيه. هنا ايه اللي عمله خالد؟ قال لك واي يساوي 5 اس اكس ناقص 6 زائد 2، كلامه الحديد كده تمام. بدل الاف اكس بواي. طب الخطوه اللي عملها بعد كده بدل بين اكس وواي، صح؟ الواي خلاها اكس والاكس خلاها واي، كل ده تمام. طب عشان بقى يعمل ايه؟ يحولها لمعادله لوغاريتميه، قال لك هتخلص من الاثنين الاول، ابعدت الصوت ده باشاره مخالفه، كل ده تمام. يبقى اصبحت اكس ناقص 2 يساوي 5 باور واي ناقص 6، تمام. بعد كده هيبدا يعمل ايه خالد؟ المفروض دخل لوج للطرفين، احنا قلنا بعد كده المعادله الاسيه تحول للوغاريتميه، واذا كانت لوغاريتميه تحول لايه؟ لاسيه. طب تعال نحول لوغاريتميه بقى، يبقى لوج الاساس لوج الناتج يبقى لوج اكس ناقص 2 الاساس 5 يساوي الاس واي ناقص 6، تمام. عمل ايه بعد كده؟ بعد السته باشاره مخالفه، ايه رايكم؟ هنا بقى هنتوقف شويه، وبعدين طرح السته من او ناقص 2 زائد 6 طلع موجب 4. هو الخطا بتاع خالد بقى في الجزئيه دي يا شباب، ها؟
تمام فعلا. المفروض كان خالد بقى عمل ايه؟ هو لما بعت الستة بإشارة مخالفة بعد كده تعامل مع السالب 2 والستة، خلي بالك. بس لوج الاساس 5 الاكس ناقص 2، المفروض كان حط اكس ناقص 2 دي في قوس، على اعتبار ما ينفعش يطرح او يجمع الستة مع السالب 2. يعني غلطة خالد في هذه الجزئية، كان المفروض حط اكس ناقص 2 داخل اقواس، وبعدين بعد الستة بإشارة مخالفة بعد القوس، يعني في التالي ما ينفعش يطرح السالب 2 من الكام؟ من الستة. طب تعال نشوف كده، فعلا تصحيح الخطأ عند إعادة كتابة معكوس الدالة في الصورة اللوغاريتمية كان على خالد وضع، كان يجب على خالد وضع إكس ناقص 2 داخل قوسين. معكوس الدالة الصحيح هو عبارة عن لوج إكس ناقص 2 زائد 6 للأساس 5، يعني المفروض يوقف كده، المفروض بيخلص عند إكس ناقص 2 للأساس 5 وأدي الزائد 6 وما يطرحش 6 من سالب 2 أو يجمع 6 مع سالب 2. طب تعالوا مع بعض نشوف سؤال آخر. عبر عن فهمك، صفحة 32 موجود عندك. ما العلاقة بين التمثيل البياني للدالة f of x ساوي log x للأساس 5 والتمثيل البياني للدالة g of x ساوي سالب log x للأساس 5؟ طبعا ده يا شباب بيذكرك بالتحولات الهندسية. أنا قلت لك لما تبقى السالب أمام الدالة دي معناها إيه؟ تمام، معناه ان دي يا استاذ انعكاس للداله على محور اكس، تمام ده اللي احنا خدناه. التمثيل البياني للداله جي اوف اكس هو انعكاس للتمثيل البياني للداله جي اف اوف اكس في محور اكس بالمنظر ده، ادي الداله اف اوف اكس خلاص. لو عكست هذه الداله على محور اكس، بص معايا كده، لو خدت النقطه دي هتيجي هنا، والنقطه اللي انا واقف على دي هتيجي في الوضع ده، وده هتيجي في الوضع ده، وده هتيجي هنا، تمام. والنقطه دي مثلا او هنا هتقترب من ده، هيبقى الايه الصوره العكسيه بتاعتها بهذه الصوره، ويبقى الداله جي اوف اكس هو انعكاس للتمثيل البياني للداله اف اوف اكس في محور اكس. طب تعالوا مع بعض نشوف في نهاية الدرس بتاعنا يا شباب، ما ننساش طبعا ان عندنا واجب منزلي، وده طبعا باكد عليه طبعا في كل حصة عشان طبعا تاكد المفهوم بتاعك تبع الدرس. بقول حل تمارين الكتاب المدرسي، ما تلاقيه موجود عندك في صفحة رقم 33 ارقام من 19 ل 24. والى لقاء جديد في درس جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.